لا ما أصدق عيوني. معقولة كلكم جايين اليوم؟ كلكم مداومين؟ يعني اللمة هاي رجعت؟ يابا أنا توقعت بعد ما أشوفها. معقولة كلكم جايين؟ ماكو واحد بيكم مجاز ولا فالت من الدوام ولا رايح ساعتين؟ لا 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 لا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا. استاذ غير رمضان وما بينا حيل نداوم. يا حبيبي لا أسد حقك أول مرة، وشيء ثاني لا ظروف ولا شيء ولا رمضان ولا هاي، انتم موظفين تحبون الاجايز يوميا جايين، انتم موظفين تحبون الاجايز. لا استاذ سوى حكى الصراحه، يعني شهر رمضان الواحد وين بحيل يداوم. احنا النسوان برمضان يصير التعب علينا في اثنين، هم شغل وهم طبخ، يعني هم نحتاج اجازات. زين ايش رايك مثلا نعزل الدائره ونفتح ورا العيد باعتبار هو مطعم مو دائره؟ شو القضيه يابا؟ هي غير دائره. اي استاذ احنا مو كنا اليوم مداومين وكلش نشطين الحمد لله. وايام الاجازات انتهت وانت عندك موظفين نشطين. يا رب يا رب نشطين بس اريدكم نشطين بالدوام مو نشطين بالواتساب. اوكي شكرا جزيلا، ما راح انسالكم هذا اليوم اللطيف، شكرا جزيلا. استاذ بس العفو يعني بس اريد اريد باكر اجازه. هي هاي الموظفه، هاي موظفتي اللي اعرفها انا قبل شويه ما عرفتك جايه يوم دوام ولا لا، هسه يلا عرفتك فعلا ممتاز. المتى تردين الاجازه؟ مو عمتي ام رجلي باكر جايه ولازم اطبخ لها. عمتك مو هاي نفس اللي 24 ساعه يركضون بيها للهند لانه ما قادره حتى تتنفس، تردين تاخذين يوم كامل اجازه تسوي لها تمن وروبه وخلاص؟ لا مو ما جايه وحده غير هي وبناتها. الله يساعدك يا بناتها، وهي تريد بس الزله علي. اكيد لا لا اذا هالشكل عدانا والولد باكر نتحزم ونجي نشتغل وياك. اي بيش خير وتدللي. خلاص شكرا. اوكي شكرا، يلا مع السلامه. استاذ اي استاذ عقب باكر اي اريد اي اجازه. هو هذا الموظف مالتي انا هيك اعرفه قبل شويه ما عرفته، ارتسيل اسمك شنو؟ لا تبكي لا تبكي لا تبكي استاذ مو شغل الثاني يعني بيكوما شغل وانا يا هو مالتي بيك تشتغل بالحكومي وبالاهلي، شو العلاقه بيك انا؟ استاذ يعني مو انا على باب الله. العاد احنا على باب الشرف يا حبيبي، كل احنا على باب الله. استاذ فدوى استاذ فدوى. لا تبكي خلاص يلا اوكي لا تجي للدوام، افتهمت؟ اوكي خلاص خلصت اجازاتكم؟ عصبتوني وانا توني فرحان. اوكي استاذ يو شو تريد بعد؟ خلاص اجايز واخذت لا لا استاذ بس هيك شيء بسيط يعني. قول استاذ بعدين يعني الساعه 12 اي اريد اخذ اجازه زمنيه. انا اقول يا الله اكو زمنيه بالموضوع، ما شفت هديه زمنيه ليش؟ بعد استاذ أنا زمنيه. لا استاذ انا اريد الزمنيه، نور تش دخلك بالزمنيه انا رايدتها ما شاء الله. عيني الزهور انت وين تردين ترحين بالزمنيه؟ ترى انت الحين هاي السوق وتشتري ان شاء الله تلي البيت ان شاء الله. انت فاهم امور انا اخلصها معروفه يعني لا تشتري لا 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 بس بس ايش عندي موظفين لو تشناين شو الحكي هذا؟ اكيد شو ما رايد اجازه، شو العجب؟ ليش ما تجي اجازه؟ استاذ اي استاذ انا اريد اجازه. ايه ارد انام باكر. ليش حبيبي ليش؟ تعال هنا ونام، انا قابل المومك واحد موجود هذا هو خلاص. اوكي زين زين اوكي خلصنا جايز خلاص خلاص استاذ. يا الله ايش تردين من عندي؟ مو اخذتي زمنيه اليوم وباكر ما راح تجين، وايش تردين بعد؟ اريد عقب باكر اجازه. ليش عمتك ما عجبت العزيمه وتريد تعيدها مره ثانيه؟ لا جهالي عندهم امتحانات. امتحانات ما شاء الله بابا. انزين المدرسه شو سوت امتحانات؟ ما قالت رمضان وشغل وطبخ وفي اثنين ما قالت؟ ناس ما تخاف الله شو اسوي؟ ما شاء الله صار يشوخ صار يغني ما شاء الله. يما حسوني يما قوم نام بغرفته. لا لا خليني انا ما اقدر اروح اشوف هذا المدير الغثيث. والله ما غثيث الا انت. يلا في مال الله في مال الله. استاذ شنو شنو اخذت الزمنيه واخذت هذه وهاي اخذت يومين كش تردون بعد خلاص خلاص. لا استاذ هذا الاسبوع بعد هذا راح اخذ انا هاي زمنيه خلاص وعقب باكر بس خلاص. صح لو لا؟ اوكي استاذ انا رصيد اجازي خلص الحمد لله. اي فالاسبوع الجاي بي اريد اغيب يومين. ليش ليش؟ ويجي واحد من الجماعه ويوقع عني. انا صار حكي هذا حكي يريد يغيب يومين ويريد يوقع. انا ما عندي مشكله فاجاتك لو ما فاجاتك روح غيب يومين اوكي بس قل لي شغله منو يوقع عنك؟ هاي مجازه 24 ساعه وذاك 24 ساعه غافي ما تقول منو يعني حتى اذا تريد تسخت ما عندنا واحد يساعدك بالسخته. اوكي يا بنت تعال ثاني يوم وقع ما التمس. لا لا مو انا اريد اغيب يومين يعني. يومين اشق هدومي اشق هدومي شو رايك معقوله؟ ترى انا هذا الاسبوع كله ما راح اداوم تعرفون وراي عيد. وراي عيد ما شاء الله ما شاء والهلال العيد بين بس فوق بيتكم، احنا شنو ما ورانا عيد؟ يعني باكر عيد عطله؟ لا حبيبي نام نام بعدك بالقرقيعان نام نام.
نعم بعدنا ما صار العيد. شوفوا انا راح اطلع واللي يصيح لي الا افصله، فهمتوا له لا؟ ها حبيبي المن المن حبيبي انت مراجع ما شاء الله، لانه بجاي لهاي الغرفه حبيبي انا ما عندي دائره وما عندي قسم وما عندي موظفين، انا الجريديه اللي بالدائره يداومون اكثر من الموظفين اللي عندي. هاك مشوله شغلته اوكي، روح تعال باكر. لا تعال عقب باكر، تعال عقب باكر، روح روح تعال باكر بعدين، روح روح روح. لو اقول لك لا تيجي ابدا، روح 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 يلا يلا.